مش عادي، فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية مبنية على قصص حقيقية. الفقرة هذه ما ننصحوش بها أصحاب القلوب الضعيفة وصغار اللي أعمارهم أقل من 12 سنة. إذا حذاك صغير قلوا يبعد، ولا مش لازم تسمع حتى، خطر تنجم تلقاها من بعد على يوتيوب ديوان فم. في القرن العشرين ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر كانت يدها طايلة، والسجون تعبات بعدد كبير من المرضى النفسانيين اللي كانوا يتلذذوا بتعذيب المساجين. كانوا وحوش بشرية تخلوا على إنسانيتهم وولوا مجرد شياطين. واليوم بطل قصتنا، وخصته كان بطل، تعرف باسم الشيطان الأشقر، واللي باش يصدمكم إنه الشيطان الأشقر كان امرأة مش راجل. نعم، امرأة سجانة دخلت للتاريخ كأخطر وأشرس سجانة عرفتها البشرية. امرأة كسرت القاعدة اللي تقول بأنه من المفروض المرأة تكون معروفة بالرقة والحنان. إيرما غريس كانت شابة في مقتبل العمر، في العشرين من عمرها تقريبا، كانت شبابة برشا شقرة، وهذاك علاش لقبوها الشيطان الأشقر، وكانوا زادا يسميوها الوحش الجميل. كيف تشوفها يستحيل تشك لحظة واحدة في أنها قتلت أرواح ومغرومة بتعذيب المساجين. وصلت قتلت آلاف منهم بطرق بشعة، لدرجة أنها كانت تجوع الكلاب وتسيبهم على المساجين ينهشوا لحمهم وعينيهم تغزر، وكان عندها شر مش عادي. إيرما غريس ما كانتش طموحها أنها تكون سجانة، ويمكن الظروف هي اللي خلاتها تمتهن المهنة هذه. وأول ما دخلت للحبس كمسؤولة لقات أن السلطة حاجة باهية وعجبتها برشا، وحست أنها في موقع قوة. ومن وقتها عجبتها الحكاية وبدأت تاخذ بزمام الأمور وتبسط في نفوذها باش توصل لأعلى المناصب. وبالفعل نجحت باش تلفت انتباه المسؤولين، وتم تعيينها كبيرة سجانات المعسكر. وكان ما يفصلها على قيادة المعسكر كان مرتبة واحدة كهو. كانت طموحة برشا وتحب تحقق أحلامها على حساب كل شيء. الضبع هذا زاد لقب آخر من ألقاب إيرما غريس، لقبوها بها المساجين متاعها. الضبع الجبان اللي يشبه لها في أنه ما يهاجم الفريسة متاعه كان كيف تكون في موقف ضعف، ويتلذذ بنهش لحم الجثث كيف ما كانت تعمل إيرما بالضبط. تسيب كلابها بعد ما تجوحهم على المساجين، وتقعد تتلذذ بسماع صيحاتهم وتشوفهم وهم يموتوا قدام عينيها. أكيد كل واحد منكم يسمع فيها توا قاعد يتساءل ويحب يفهم شنو سبب هالشر الكبير اللي عند إيرما غريس، شنو الحاجات اللي عاشتهم واللي صنعوا منها هالشخصية الوحشية. نهار 7 أكتوبر من عام 1923 في ميكنبورغ في ألمانيا، تولدت بنية شقرة ومزيانة في وسط عائلة متوسطة الحال، لاهي فقيرة ولاهي من أعيان البلاد. بوها أدولف غريس كان فلاح، واختار أنه ينضم للحزب النازي عام 1937، معناها وقت اللي كانت إيرما في عمر 14 سنة. في العمر الصغير هذاك بدأت البنية الصغيرة تتأثر ببوها وبميولاته وتوجهاته الحزبية. إيرما كانت تحب بوها برشا، وكانت تشوف فيه شخص مثالي، حتى لين صارت حاجة قلبت لها حياتها وفاقت على صدمة كبيرة. العائلة السعيدة اللي كانت متكونة من بوها وأمها وأربع أخواتها كانت مجرد كذبة ووهم عاشت فيه غريس عمرها كامل. أدولف غريس بوها كان عنده عشيقته اللي يحبها وتحبه، وكان عايش حياة ثانية في الظل. الحياة هذه لأول ما خرجت للضوء إيرما خسرت أمها للأبد. أم إيرما كانت شخصيتها ضعيفة ونفسيتها هشة، وأول ما عرفت بخيانة رجلها ليها انتحرت. هالنهاية المأساوية لأم إيرما غيرت نظرتها للدنيا، كانت تشوف في بوها رجل أناني وتشوف فيه أنه هو اللي قتل أمها. ومن هنا بدأ الحقد يكبر في قلبها، حياتها تفرعست، وحتى القراية متاحة خرجت منها وهي ما زالت ما غلقتش إلا 15 سنة. الفكر النازي اللي كانت تنتمي له خلى إيرما غريس تنتسب لاتحاد الفتيات النازيات، وهي منظمة نسوية خاصة بالبنات والنساء
كيف ما منظمة شباب هتلر اللي كانت خاصة بالرجال. إيرما بعد ما بطلت القراية لقات روحها ما تفهم كان في الفلاحة كيف ما بوها، هذك علاش خدمت 6 شهور في مزرعة، وفي ساعة ما تعبت وفدت. بما أنه الفلاحة كانت مهنة شاقة ويلزمها برشا صبر باش تشوف نتيجة الخدمة اللي عملتها وتحصد المحصول متاعها. الصبر بطبيعة أكثر صفة ما هيش موجودة في إيرما. إيرما اللي من صغرتها تحب تحرق المراحل وتحب توصل في أقصر وقت ممكن. إيرما من بعد الفلاحة خدمت في محل تجاري، وكيف كيف 6 شهور بالضبط وفدت منها الخدمة، حتى لين صارت حاجة عودت بدلت لها حياتها وقلبتها من جديد. في أوائل سبتمبر من عام 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية، بدأت بهجوم ألمانيا النازية على بولندا. وأول ما بدأت الحرب، وبما أنه في الحرب الموازين الكل تتقلب والناس الكل تتجند لصالح بلادها، إيرما خدمت كيفها كيف برشا بنات ممرضة في سبيطار وقعدت تخدم فيها عامين كاملين. لكن للأسف كانت تشوف في زميلاتها قاعدين يترقاوا ووصلوا ولاو مسعفين، كان هي، وهذا بسبب مستواها التعليمي الضعيف. نذكركم بلي إيرما خرجت من القراية وهي في عمر 15 سنة كهو، هذا كان الكف الثاني لإيرما بعد صدمتها في بوها وانتحار أمها. إيرما كانت فادة من كونها ديما الطرف الأضعف، خاصة بعد ما زادوا بعثوها هي من دون اندادها باش تخدم في مزرعة خاصة بالألبان، ولقات روحها رجعت للفلاحة من جديد، الفلاحة اللي ما تحبهاش واللي زادت تفكرها ببوها. عام 1942 إيرما جريس عاودت حاولت من جديد إنها تخدم مسعفة، لكن محاولتها فشلت مرة أخرى وزادت نقمتها. إيرما جريس ما استسلمتش واختارت إنها تنضم لوحدة الدعم النسائية، وكان بوها معارض انضمامها لهالوحدة، لكن إيرما شدت صحيح وزادت كبشت فيها أكثر، يمكن باش تغزل بوها، ويمكن زادة هذا كان ذكاء كبير منها على خاطر الخطوة هذه خدمتها برشا من بعد. بعد بمدة من خراطها في وحدة الدعم النسائية اللي سميوها الاس اس، إيرما جريس جاتها فرصة ذهبية وتحصلت على وظيفة سجانة، بما أنه السجون كانت مكتظة في الوقت هذاك بسبب الحرب العالمية الثانية. في البداية كانت وظيفة جريس أنها تكون مجرد مراقبة للسجينات، أقصى صلاحيتها أنها تفض عركة ولا مناوشة بسيطة ما بين السجينات. إيرما جريس ظهرت استعدادات كبيرة للمسؤولين على السجون اللي خدمت فيهم، وكانت تحب مهنتها كسجانة وعندها طموح إنها توصل فيها لبعيد، هذاك علاش استحملت كالعادة إنها ما تكونش في المقدمة ويكون دورها ثانوي كيف كل مرة. بعد عام واحد كهو تحولت جريس من سجانة عادية لقاتلة محترفة، وعام 1943 ميلادي انتقلت المعسكر الموت، واللي كان النقطة الفاصلة في حياتها. معسكر الموت هكا سماوه، وهو في الأصل اسمه معسكر أوشفيتس. المعسكر هذا كان واحد من أهم المعسكرات في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. إيرما جريس بدأت تخدم سجانة كما قلنا لكم في معسكر الاعتقال النازي المخصص للنساء في رافنسبورغ، ومن بعد نقلوها لمعسكر أوشفيتس، وفي نهاية عام 1943 تم تعيينها كبيرة سجانات المعسكر، ولات مسؤولة على 30,000 امرأة معتقلة وقتها. هذا الكل وهي ما زالت دوب ما قفلت 20 سنة من عمرها. من ممرضة وهي مهنة معروفة بلقب ملاك الرحمة الملاك الموت، هكا كانوا يقولوا اللي عرفوا إيرما جريس الكل، كلهم كانوا يشهدوا إنها امرأة دموية ومتوحشة، واللي يطيح ما بين يديها يعرف اللي مصيره باش يكون الموت، مش الموت كهو أما التعذيب حتى الموت. إيرما دخلت للمعسكر سجانة، لكنها في الحقيقة كانت سجينة، سجينة لأحقادها الدفينة والشر اللي في قلبها. إيرما لقات كيفاش تعوض شعور النقص اللي كانت طول عمرها تحس به. معسكر أوشفيتس كان فيها أكثر من 30,000 سجينة، وهذا اللي خلى السيطرة عليهم تكون مهمة صعيبة بل شبه مستحيلة، لكن أول ما دخلت له إيرما جريس سيطرت عليه
وما كانت حتى واحدة منهم تنجم تتنفس في حضورها، وسيطرت على المعسكر بقبضة حديدية وبأبشع الطرق. كانت تختار سجينات تقتلهم قدام غيرهم من ساس سجينات من غير حتى سبب وحتى ذنب. كانت تعمل هكا باش تخوفهم وتوصلهم رسالة تخليهم يفهموا انه اذا كان مصير شخص بريء هو القتل بالبشاعة هذيك، اذا بالك بالمذنب. انسى اللي منعوا من إيرما غريس حكاوا وقالوا باللي هي كانت تقتل في النهار اقل حاجة 10 سجينات. إيرما كانت تضرب انسان معتقلات حتى الموت وتستمتع بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، وتفند في تعذيبهم، ووصلت عملت إعدامات جماعية بالغاز لعدد كبير منهم بخلاف طريقتها اللي تعرفت بها وسبق وقلت لكم عليها، وهي إنها تجوع الكلاب وتسيبهم عليهم وتقعد تتفرج. إيرما غريس كانت وحش بأتم معنى الكلمة، وحش بملامح مزيانة، الشيطان الأشقر لقب استحقته عن جدارة. كانت ديما تلبس بوت كبير ورزين في ساقيها، وتهز مسدس في يدها اليمين وصوت مضفور وخشين في يدها اليسار، ويا ويلو اللي جيما بين يديها. تواصل كابوس إيرما غريس حتى لين تمكنت قوات الحلفاء من دخول ألمانيا عام 1945، ومشاو للسجون باش يفتشوها ويراقبوها. وكانت المفاجأة والصدمة الكبرى، لقاو في المعسكر اللي خدمت فيه غريس آلاف جثث السجينات، ولقاو عدد كبير من السجينات حالتهم الصحية متعكرة برشا ويعانيو. وهكا تكشفت غريس وبانت ممارستها الوحشية، وتم اعتقالها مع 8 من مساعديها، واستمرت المحاكمة متاعهم من 17 سبتمبر 1945 حتى 17 نوفمبر 1945، وتحكم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت مع 8 رجال وعلى رأسهم جوزيف كارمر قائد المعسكر وقتها. وتنفذ حكم الإعدام فيهم نهار 13 ديسمبر 1945، وهكا كانت نهاية إيرما غريس، واحدة من أكثر النساء شراً في التاريخ، وجاب ربي فاقوا بيها وماتت وهي في عمر 22 سنة كهو، وما عاشتش برشا خاطر كان عاشت أكثر راهي حصيلة القتلى والضحايا متاعها، وصلت الأرقام خيالية مش عادية. مش عادي تسمعوها الماضي ساعتين ونص والعشرة متاع الليل على ديوان FM.